هو اللي بلغ عنك؟ جون خباز كان بيغسل فلوس لناس في مصر طول السنين اللي فاتت. لما قامت الثورة الكل اترعب، كله كان عايز يغرف فلوسه بره مصر، وهو ما كانش يقدر يعمل ده لوحده، علشان كده طلب منهم يدوروا عليا علشان اساعده من هنا. يعني هو اللي كان بيحاول الفلوس ساعتها؟ هو اللي انتي قلتيه ده شكله ساذج شويه، لانها ما كانتش فلوس واحد بس، كانت فلوس ناس كتير، كان من ضمنهم مسؤولين كبار في البلد، كل واحد غسل وحاول فلوسه بطريقته. جون بقى كان واحد من المعلمين الكبار في حكايه الغسيل دي، هما اتعاملوا معاه وانا كنت بشتغل معاه من هنا. وانت وافقت؟ بزنس لو متعيش وجايلي لحد عندي او لا. وبعدين انا كنت شايف ان انا بخدم البلد. بتخدم البلد؟ بتخدم البلد ازاي؟ انت بتهرب الفلوس؟ داليا الكلام ده كان من 8 سنين، يعني اكيد احنا دلوقتي شايفينه بشكل تاني. انا كنت بتعامل مع اكبر ناس في البلد، والناس دي طلبت مني خدمه ليهم، كنت عايزين اقول لا؟ دول كانوا هم البلد يا داليا، هم البلد، فهماني؟ طيب انت ليه ما فكرتش ان جون خباز ده هو اللي خد 700 مليون اللي بيطردوك علشانه؟ لا جون ما يعملش كده، ده بيتعامل في مبالغ اكبر من كده بكتير، انا شفت ده بعينيا. الو الو عزت، انا رحيم السيوفي. عزت رحيم بيه؟ انت خرجت امتى؟ انت فين؟ انا لازم اشوفك. تشوفني ليه؟ انت في حد كلمك من رقم مجهول؟ هما طلبوك انت كمان؟ طلبوا منك ترجع 700 مليون؟ ايوه كلموني وبيهددوني بالقتل. انا خايف. اه رحيم بيه. عزت انت فين؟ قول لي مكانك وانا هجيلك. مش هينفع اقول لك انا فين، بس ممكن نتقابل بره، هكلمك تاني واقول لك امتى وفين. سلام. هو قال لك ايه؟ طلبوا منه يرجع 700 مليون وما فهمتش منه حاجة. لحد ما قابله أنا لازم أنقلك من المكان ده في أسرع وقت. هشام هشام اسمع اسمع حد لمسك؟ الزمر مطور. فلوس قدامك يا ابو ورد. أعد لو انت فاضي. يلا بس يلا. استنى استنى استنى، لسه بالنا كلام كتير. ابو ورده عايزة دم، خليها دم. ولا اسكت، انا عايز دم واحد بس. لا لا سيبوه هشام، النبي سيبوه. ايه لازمتها النمره دي يا ابو ورده؟ الفلوس اهي ومعاك، والطار القديم وخلص، واحنا مش عايزين نجدده، والا كان زمانك شايف دلوقتي رحيم معانا. مين قال لك ان انا مش عايز رحيم يبقى معانا؟ سيبوه. اخلص يا بنت، يا ريت كان جه عشان ياخد عايز اخوه. يا على ابو ورده، ولو عايز فلوس تاني اجيب لك. انا خدت اللي انا عايزه. يا على ابو ورده. كده ما ينفعش، ازاي تبتدوا من غيري؟ أمينة هي اللي قالت لك كده؟ أمينة يا باشا كانت قاعدة ما بتتكلمش، المؤاخذة يعني اللي كان بيتكلم هو سيد، بس كل كلمة كان بيطلعها من بقه كان بيباصيها لها، بيأمن عليها كده بعينيه يعني، كأنها هي اللي محافظاه بالظبط. يعني هو اللي قال لك تقتل رحيم؟ الكذاب مش راجل يا باشا، أيوة يا باشا، سيد هو اللي قال لي اقتل رحيم يا باشا، بس حق الله أنا ما كنتش هنفذ. باشا أنا كل أملي في الدنيا يا باشا إن أنا أجرح رحيم طرح بسيط كده يعني، أعلم عليه. لكن اقتله؟ لا. ماشي يا خميس، هتطلع من هنا على النيابه، بس قسما عصما
لو كلمة واحدة قالت على اللي اتقال هنا هتقضي بقية عمرك في السجن. عمر يا باشا. حاضر. عماد جيت في وقتك يا عماد بيه. ايه ده يا ابو ورده؟ هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ الله، ده انتوا متفقين مع بعض بقى. انت جاي تشمت فيا يا عماد؟ هي الشماته حلوه وانا بحبها جدا، بس مش ده اللي جايبني دلوقتي. امال ايه اللي جايبك؟ تلاقيك انت اصلا السبب في كل اللي بيحصل لنا ده. جاي علشان انتوا اهلي وناسي اللي ما ينفعش اسيبكم في لحظه زي دي. يا حنين. وبعدين انتوا عايزين ناس تقول عليا راجل مش اصيل؟ ترضاها؟ الواد ده كان عليا بضاعه، ولو سكت فضحت هتبقى بجلالي. حقك، بس اللي عمل الواد ده عندي. ماشي يا عم عماد. حلو، حلوه بجد. انتوا فاكرين بقى اللعبه دي هتدخل علينا؟ انا من الاول قلت كده، الحكايه دي كارفه حاجه وحشه. طول عمرك كده يا حلمي، نيتك وحشه. بقى ده جزاتي عشان جاي انقذكم اخدكم معايا. خلاص يا بورد، كل اللي عملوه ده عندي انا. احنا اتفقنا هيمشوا معاك، بس ما قلناش هيمشوا ازاي. انا قلت هيمشوا معايا من غير ما حد يلمسهم. ماشي يا احمد بيه. خلصتوا المسرحيه؟ ننزل بقى بالستاره عشان نشوف اخرتها ايه. عشان انا عارف ومتاكد اخرتك معايا يا عماد. انا مش عايز منك حاجه يا حلمي. اي نعم في بينا مصانع الحداد، بس انا عند الدم بقف، لان انا مش بحب الدم، وانتوا عارفين كويس ابو ورده كان ممكن يعمل ايه. دم كتير كتير. خلاص يا ابو ورده، خلاص اللي تشوف. اوكي يلا اتفضلوا عشان تركبوا معايا. يلا اللي عايز تقعد. يلا استنى مني تليفون. يعني عايز كام جارد يا سيد بيه؟ مين قال عايز جاردات؟ انا قلت عايز جاردات؟ انا عايز تريلات، عايز وحوش يحمل القصر والمركب دي ويتحركوا معايا في كل مكان. صل على يشفع فيه. اللهم صل عليه. انا عندي رجاله بس هيكلفوك كتير قوي يا سيد بيه. كلفوا زي ما يكلفوا، اهم حاجه يكونوا مضمونين ورجاله. اي راجل ابعتهولك انا اضمنه برقبتي. اتكل على الله. بالاذن يا باشا. إذنك معاك.